يا مساء الخير يا جماعة، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على حضرة الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي يا جماعة في ايام مفترجة وداخلين على ايام جميلة قوي، الشهر الكريم، كل سنة وانتم طيبين، فلازم نشكر الله كتير ونصلي على حضرة الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا النهاردة يا جماعة نعمل ايه بقى؟ احنا قلنا بلاش فراخ، مع ان في صدر فرخة هيعمله برضه، مفيش فايدة فيها. فقلنا هنعمل ايه؟ أكلة شعبية حلوة أوي، ممكن تتعمل في رمضان وممكن تتعمل في السحور، ممكن تتعمل في أي يوم زي النهاردة كده. أول حاجة معايا هنا حوالي 6 بطاطسات، أكتر من نص كيلو، مغسولين كويس، فأنا هسلقهم، هحطهم دول يتسلقوا يا جماعة عشان نعمل بطاطس مسلوقة حلوة أوي. هحطهم يتسلقوا على البوتاجاز، نيجي نشوف هنعمل ايه. معانا بتنجان بقى يا جماعة، جميل كده شايفينه، هنعمل فيه ايه؟ هنقطعه، هنقشره كده، بس هقطع حتة كده ونسيب حتة للشكل ده، شكله بيبقى حلو. هجيب طبق زي كده وهقطعه دواير زي ما انتوا شايفين كده، قطعت البتنجان يا جماعة، اغسلها كويس، وبعدين هنضيف لها ايه؟ شوية ملح وشوية ملح، هنضيف لها معلقة ملح وهنسيبها ايه؟ نركنها شوية على ما نشوف هنعمل ايه تاني. معانا راس توم حلوة كده، هنقشرها برضو. خلصنا التوم يا جماعة، غسلته وركنته اهو. جبنا بقى صدر الفرخة لبنتي الصغيرة، مش عايزة تاكل ايه؟ أكلة شعبية. قالت يا ماما لسه جاية من الدرس، مش هينفع تأكليني أكلة شعبية. يا بنتي احنا واكلين امبارح محشي ولحم وحاجات، قالت لا انا مش هاكل اكله شعبيه. قلت لها خلاص، عندي صدر فرخه في الفريزر، اخرجه واعمل لك ايه؟ طبق شاورما، هقطعه 3 شرايح كده يا جماعه. قطعت زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، هنشوف بقى نعمله تتبيله حلوه كده، هنشوف هنعملها ازاي. جهزت التوابل يا جماعه للشاورما الجميله دي، بشرت بصله، حبه ميه بصل، حوالي 5 معالق، لان عندي كميه مش كبيره قوي. عندي بقى توابل حلوه، عندي فلفل اسود، عندي كمون، وعندي توم باودر، بصل باودر، ومعلقه بابريكا، ربع معلقه توم بس للطعم بس عشان هي فريش، معلقه طماطم اللي احنا ايه مفرزينها مع بعض، شايفين شكلها يا جماعه؟ ضفناهم اهو، وهنضيف شويه ملح، وهنضيف شويه خل. ما عنديش انا دبس الرمان، فضفت معلقه عسل صغيره شامل عليه افضل الصلاه والسلام. عشان ضفنا العسل يا جماعه، هنضيف ايه؟ عصره ليمون للعسل، وهضيف حوالي 2 نقطة زيت زيتون. ما عنديش زبادي يا جماعه، هضيف حوالي ايه؟ 2 معلقة حليب، 2 كده 3. خلاص هنقلب المكونات اللي احنا عملناها مع بعض الجميله دي يا جماعه للشاورما. معلقه من الزيت دي يا جماعه، ربع معلقه كركم، بسم الله. شايفين يا جماعه لونها؟ نسيب البطاطس تبرد، وجبنا البتنجان، هنمسك البتنجان يا جماعه نعصره جامد كده من الميه والملح. ليه بقى؟ عشان ما يشربش الزيت معانا يا جماعه، ماشي؟ ما نيجي نقليه في الزيت ما يشربش الزيت. يلا بينا نلف البتنجان بتاعنا بقى يا جماعه، احنا صفيناه من الميه كويس جدا، وهنبدا نقليه بقى. واحنا بنقلي البتنجان يا جماعه هنعمل ايه؟ الشاورما الجميله معانا، معانا معلقه زبده، الزبده دي يا جماعه انا مسيحاها للشهر الكريم برضو، بس انا كنت سيحت معاكم البيضه بس، فهي نفس برضو الايه؟ التسييح، بس دي كانت صفرة، بس بجد حكايه، هعمل منها الحلويات في رمضان هتعجبكم قوي، وكمان الاكل. هننزل الشاورما الجميله بتاعتنا دي، معانا معلقه زبده، دي زياده يا جماعه عشان خاطر ايه؟ محمد مش عارف ياكل بالعيش. هنعمل شويه مكرونه، شايفين يا جماعه مش هيمشي زيت خالص ما شاء الله، عشان احنا مصفينه كويس، وعشان حاطين له ايه؟ معلقه ملح صغيره. جماعة هنطلع البتنجان بتاعنا الجميل، شايفين يا جماعة البتنجان لونه عامل ازاي؟
هنزيد شويه المكرونه. بصوا يا جماعه معلش اللقطه راحت مني وانا بصور دلوقتي عشان الكهرباء لسه جايه حالا. فرمت الفلفل في الكبه بتاع الخلاط الجديد، شايفينه عامل ازاي يا جماعه؟ هفرم طماطمايه بقى، انا عايزه افرمها بس يا جماعه، انا حبيت ايه اول هاك وانا ايه بفرمها، بس انا عايزاها بس يا دوبك ايه مدشوشه، شايفين مدشوشه خلاص. فاضيفها على الفلفل اللي انا عملته ده، بصوا يا جماعه خلطه الفلفل مع الطماطم المبشوره دي هحطها على الثوم اللي انا ايه فرمته او دقيته معاكم. دي الخلطه دي يا جماعه ريحتها جميله، دي هنعملها لايه بقى؟ دي هنعملها للبتنجان الجميل بتاعنا. هنضيف شويه ملح وشويه كمون، معلقه خل بس. عايزه اخلي بقى يا جماعه اللون يعني احمر شويه عن كده، فهعمل ايه؟ فهاخد معلقه من الطماطم اللي انا مفرزاها الجميله دي لشكل الصلصه دي عشان تدي لون حلو لها. بس للايه؟ شايفين يا جماعه اللون؟ هنضيف عليها معلقه من الزيت عشان تلمع بس معانا وتبقى حلوه. بص يا جماعه خلصت الباذنجان اهو، هنقلي الاكل الفلفل الجميل كده يا جماعه، بس ايه هنغزغزه الاول عشان ايه ما يفرقعش في وشنا لا قدر الله يعني واحنا بنيجي. بص يا جماعه الارض بدات تتقلي معانا زي ما انتم شايفين كده، والمكرونه خلاص استوت بتتشرب. نيجي بقى نشوف الشاورما، شايفين نشفت معانا ازاي؟ انا ما بحطلهاش اي حاجه الا بتنشف معانا. معانا بقى فلفل وطماطم، انا ما حطيتش اي ملح ولا اي حاجه خالص يا جماعه، دي توابلها موجوده فيها. يلا بينا بقى يا جماعه نكشف ايه بالخلطه الجميله بتاعتنا دي البتنجان. لو في فلفل احمر عندكم ممكن تضيفوا عليها تديها لون برده حلو قوي، بس المشكله عندي ما كانش متواجد عندي ايه فلفل احمر، لفيت النهارده ما لقيتش. معلقه زيت بقى يا جماعه على وشها كده عشان تدي لمعه حلوه. خلصنا الباذنجان، يلا بينا بقى نقشر البطاطس. سيبناها تبرد خالص، شوفوا يا جماعه ما بتاخدش اي وقت. نهرسها يا جماعه مع بعض. خلاص هرسم البطاطس يا جماعه، بس هنحطها في مكان واسع شويه عشان نعرف نقلب فيها الايه الحاجات اللي احنا هنحطها. لو عندك الكريمه اللي هي بتاعه طبخ ممكن تضيفي معلقتين، ما عندكيش زي حالاتي كده هتضيفي ايه وش اللبن الجميل ده معاهم معلقتين من اللبن. خلاص وبرده ايه هتهرسي برده تهرسي فيها برده كده لحد ما تبقى كريمي خالص. في اللي انا كنت مسيحاها بس انا ما وريتكوش دي يا جماعه لان انا كنت بقول ايه البيضه، هي نفس التسيح البيضه بس دي صفرا. وديتها على النار يا جماعه تاخد تقليبه بس كده عشان كانت بردت معايا. جبت بقى الشاورما الجميله دي زي ما انتم شايفين كده، عايز نوريكم جمالها. شايفين يا جماعه؟ شايفين الجمال؟ والله ريحتها جميله. جبت البطاطس يا جماعه الجميله زي ما انتم شايفين كده، شايفين يا جماعه قوامها كريم ازاي؟ مش عايز اي حاجه تاني غير رشه ملح. جبنا ايه بقى يا جماعه؟ الطحينه اللي احنا عاملينها مع بعض، قلنا نجربها مع بعض كده. هنضيف لها معلقه ميه ونقلبها بالتدريج كده مع بعض. بسم الله عشان نشوف قوامها. عايزه ميه تاني. شايفين يا جماعه القوام؟ هنضيف حبة مية كمان، معلقة مية كمان صغيرة. شايفين القوام بتاعها يا جماعة؟ ما شاء الله معلقتين طحينة عملوا طبق طحينة برضه. خلاص يا جماعة خلصنا كل ده، هنفرقه بقى. دي يا جماعة ايه؟ دي تومية أنا كنت عاملاها بالليل، بس معلش معلش أنا آسفة بجد أنا ما صورتهاش. ولادي كانوا مستعجلين، كانوا عاملين بطاطس وعاملين حاجات كده اللي هي السورية دي، فقالوا لي يا ماما قومي اعملي لنا ايه شوية تومية، فان شاء الله هصورها لكم وبوريها لكم، بس بجد كانت جميلة قوي.
خلاص يا جماعة خلصنا احلى غدا، منه شعبي ومنه برضو فيه فراخ كمان يا جماعة بروتين. فاللي عايز حابب يعمل بتنجان لوحده يعمل، واللي حابب تعمل البطاطس الجميلة دي بالقشطة او بالكريمة للطبخ تعمل، وطبق مكرونة كمان اهو يا جماعة، وتومية وطحينة اللي احنا عملناها مع بعض، وشوية سلطة بالبصل اللي احنا ايه بشرناه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون نال اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء، باي باي.